جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يصمت بعد قراءة الفاتحة حتى يتسنى للمصلين قراءتها؟ وما حكم المصلين مع الإمام إذا لم يقرؤوها؟ السكوت بعد قراءة الفاتحة لأجل أن يرجع إليه نفسه، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السكوت الطويل لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فهذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استحسنه بعض العلماء. فإذا الإمام لم يعطي الفرصة للمأموم لقراءة الفاتحة وتمكن من قراءتها في سكتاته فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن فالصحيح أن قراءة الإمام تكفي، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.